مرحبا وأهلا فيكم. ما كانت هي الشحنة الأولى ولا راح تكون الأخيرة اللي ضبطتها السلطات التركية قادمة من اللاذقية في الحاويات كمية كبيرة من المخدرات. ما لنا بصدد عرض تفاصيل العملية بقدر ما بدنا نشوف شو تأثير هالعمليات على سوريا. لابد انه نعيد نقول انه نحن حاليا يعني النظام السوري بشكل عام وسوريا فقدت كل الموارد المتأتية من ثرواتها الباطنية من الاستثمارات. هالثروات والاستثمارات راحت للدول الصديقة وغير الصديقة يلي من خلالها عم بتمول أعمالها العسكرية في المنطقة. فطبعا النظام والدولة السورية مفلسة، النظام ما أنا مستعد يدفع مصاري لقاء هذه العمليات، فإذا ما عنده غير أنه يعطي امتيازات لأهل الدول الصديقة ويغض الطرف أو ما طالع بإيده شيء عن الدول غير الصديقة يلي عم تستخدم هالثروات في تمويل عملياتها العسكرية وتنفيذ مشاريعها يلي بتحقق مصالحها. وبالعموم كمان هذا الموضوع يلي ما بيعرف كيف طريقة عمل يعني الدولة السورية يستخدم يعني هذا عبر تاريخ النظام الأسد، يستخدم الدولة والحكومة كحلقة وسيطة لخدمة مصالحه، بمعنى أن الدولة تقوم بأعمال أساسية مثل الصناعة والتنقيب إلى آخره، وترتبط بشركات من القطاع الخاص على رأسها بيكون في رجال أعمال مرتبطين بالنظام يستفيدوا من مجمل الناتج في سوريا. يعني في مثل ما قلنا الحكومة هي حلقة وسيطة بكل مؤسساتها والدولة، وبالنهاية الذي يسوق ويستفيد من كل عمليات الإنتاج في سوريا هو تجار مرتبطين بالنظام، بالإضافة للأعمال غير الشرعية يلي ممكن تصير في سوريا، منها عمليات التهريب، الارتزاق، منها مثلا تسهيل طرق الهروب من العقوبات لدول المفروض عليها عقوبات مثل ما صار بالعراق أيام نفط العراق. كان معظم النفط العراقي يهرب من خلال رجال الأعمال السوريين، وهدول رجال الأعمال السوريين بالنهاية بيكونوا خازنين للأموال لصالح عائلة الأسد، يعني بالمعنى الدقيق للكلمة. طبعا يسمح لهم أنه يعيشوا ببيوت منيحة وسيارات، ولكن كل ما يملكوه بما فيه أنفسهم هن، يعني حتى هن على الصعيد الشخصي هن ملك لعائلة الأسد. والعائلة تنشئ نظام موازي للدولة ولكن أقوى منه من ناحية النفوذ والغنى، ويتم استثمار أيضا كل الدولة السورية من خلال هذا النظام لتحقيق عمليات ارتزاق إقليمية ودولية. يعني يتم استخدام سوريا في عمليات ارتزاق، انحياز لأحلاف، تنفيذ بعض العمليات مثل مثلا وجودها بلبنان مثل عملية الخليج، حرب الخليج الثانية. فالنظام يستثمر الدولة السورية من خلال هذه الطريقة. هلا اليوم مع الأسف تم تضييق الخناق على كل شيء، ما ظل في ثروات لحتى يستثمرها، عجلة الاقتصاد توقفت تماما، فقد السيطرة على الحدود، ما ظل في أي مورد من الموارد اللي كانت موجودة، والاحتياطي اللي كان معه عند خازنين الأموال هدول من رجال الأعمال بلش يخلص. شفنا شلون سطى على أموال رامي مخلوف وكل باقي رجال الأعمال. طبعا ما ظل عندهم عملية كنز الأموال مثل ما كان بالأول، هن عم بياخذوا من الاحتياطي. لا شك أنه كان في بعض العمليات، طبعا كانوا يشتغلوا كتير بتهريب الأسلحة بالإضافة للمخدرات، ولكن موضوع تهريب الأسلحة مع دخول الميليشيات الإيرانية على الخط والدول الأجنبية وتراجع الأعمال القتالية في السنوات الأخيرة خلى أنه حتى هذا المورد يخف، ما ظل قدامهم غير المخدرات. هلأ لا شك أنه المخدرات ممكن يعني تنقذ النظام السوري أو تأمن له بعض الموارد لحتى يستمر بلعب دوره يلي هو يعني أصبح يعني عيني عينك دور عصابة يعني متحكمة في أرض، ممكن يستمر من خلال أعمال إنتاج، لأن سوريا كانت طبعا هي دولة عبور
اللي ما بيعرف طبعا مثل ما حكيت انا مشتغل في الصحافه السوريه لوقت طويل، فكان دائما سوريا مصنفه هي دوله عبور للمخدرات، اليوم صارت دوله انتاج وتصدير بامتياز. والمشكله اليوم انه صحيح هذا ممكن ينقذ النظام يامن له بعض الموارد، ولكن هو راح يكون يعني اخر مسمار في نعش الصناعه والتجاره السوريه. كيف؟ خلينا ناخذ المثال، الشحنه يلي راحت على السعوديه من سوريا الى لبنان الى السعوديه يلي مخبين فيها المخدرات والحبوب المخدره في الرمان، فاوقفت السعوديه استيراد الخضروات والفواكه من لبنان، وطبعا كان في قبلها شيء على ايطاليا، شيء على ليبيا من خلال مصر الى اخره، فاصبحت المنتجات السوريه طبعا اخر شحنه كان هي مخبايه بالحجر، واللي كمان هي معلومة أنا واثق منها بحكم بعض المصادر، الحجر كان هو من أكثر المواد تصديرا خلال السنوات الماضية، يمكن هلا عرفنا ليش كان الناس عم تستورد حجر من سوريا، فتم اكتشاف المخدرات في شحنة حاويات الأحجار، فهلا كل المنتجات السورية راح تنحط على اللائحة السوداء، مين يلي بده يروح بالإجرين؟ المنتج، يعني ما تبقى من المنتجين ما يعملون على عملية الإنتاج وعندهم أمل بأنه تعود عملية الإنتاج والتجارة والاستيراد والتصدير، راح تنحط المنتجات السورية على اللائحة السوداء لمعظم بلدان العالم، بسبب أنه يعني ما نحن عم ننتج شغلات لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن أنه يفرضوا عليها ضوابط أو حظر، يعني خلاص ليش عم يجيهم وجع راس من سوريا، في احتمال يكون فيها مخدرات فبلا الاستيراد من سوريا. هذا الموضوع راح ينعكس على السوريين بأنه راح يفقدوا أي أمل بأنه يعاودوا عمليات الإنتاج والتصدير وتحسن واقع الاقتصاد، حتى لو سقط النظام أو حتى لو تغير النظام، مع الأسف حتى لو تغير النظام فآثار أعماله راح تبقى لوقت طويل مع الأسف. شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا تشوفوا التسجيل القصير دقيقة واحدة عن المسابقة اللي طارحينها، مسابقة أيار، مسابقة القناة. شكرا لدعمكم الدائم للقناة ومتابعتكم، وإلى اللقاء.